نتابع. جدد أيامنا كالقديم هو مشروع قداسة البابا تودروس الثاني لتخريج 1000 معلم كنسي، الذي بدأت صباح الاثنين الماضي تدريبات المستوى الثالث منه بمدينة الشروق بهدف تطوير التعليم الكنسي. شارك في تدريبات الفوج الأول من المستوى الثالث للمشروع 14 إبراشية من إبراشيات الكرازة، بإجمالي 214 متدربا من الآباء الكهنة والخدام والخادمات. المشروع بتاع 1000 معلم كنسي ده من ضمن برنامج تطوير التعليم الكنسي لقداسة البابا تودروس الثاني، ودي السنة الثالثة بالنسبة للبرنامج أو المشروع يعني. والمشروع ده على 3 سنين، السنة الأولانية كانت اعرف، والسنة الثانية كانت ابحث، والسنة الثالثة كانت ابدع اللي هي السنة دي دلوقتي إن شاء الله. والمؤتمر بيتقسم لخمس مؤتمرات، يعني المشروع خمس مؤتمرات، 200 كاهن وقادة خدمة في كل مؤتمر، عشان يبقى كده 1000 في نهاية المؤتمرات الخمسة، وبيشمل كل قطر مصر، يعني كل إبرشيات الكنيسة القبطية حوالي 70 إبرشية. من الحاجات الجميلة جدا إن فكرة المشروع بتعتمد على خمس مصادر للتعليم الكنسي، يعني إن العظة تبقى عظة متكاملة، وعظة تبقى بتشمل كل النواحي، سواء الكتاب المقدس أو الليتورجية أو الآباء أو تاريخ الكنيسة أو الهوية القبطية. علشان كده بيبقى فيه تدريب في ورش العمل كله بيدور حوالين ازاي نستخدم المصادر ديت في التعليم نفسه. والحقيقه بيناسب بقى كافه المستويات، سواء تربيه كنسيه، سواء شعب، سواء ابحاث، الحاجات دي كلها بيتم التدريب عليها من خلال فعاليات المؤتمر. الحقيقه دي السنه الثالثه اللي انا شارك فيها في المؤتمر، انا شاركت في المرحله الاولى والثانيه، وبدانا فعلا في اسوان نعمل تدريب لكل الخدام هناك، وبداوا يعني يشتغلوا بنفس المحاور، الخمس محاور في الخدمه. والحقيقه ان دي يعني حتى فتحت عقول الخدام، بداوا يبصوا يلاقوا في حاجات جديده، يدوروا كمان في مجال الخدمه، في يعني الدروس بتاعه مدارس الاحد كل درس يبتدوا يطلعوا منه الخمس محاور اللازمه، وده ادى فرصه للخادم ان هو يقرا اكتر ويعرف اكتر عن الدرس بتاعه. السنه دي السنه الثالثه اللي احنا بنشارك فيها في المؤتمر دون. اول سنه كنت بعنوان اعرف، السنه اللي فاتت بعنوان ابحث. السنه دي احنا برضو منتظرين نتعلم حاجه جديده من الكورس اللي كان أثر عليه قداسة البابا تودروس، إن هو إزاي نقدر نعمل نهضة في التعليم في كنيستنا. نتمنى إن نشوف الجديد اللي إحنا نتعلمه السنة دي نقدر نفيد بيه خدمتنا وإبرشيتنا بصلوات البابا تودروس وسيدنا الأنبا ميركوريوس أسقف الجرجا. إحنا في المركز الإعلامي في لجنة للمؤتمرات، لجنة المؤتمرات بتعد المؤتمر دوت اللي إحنا فيه، ده المؤتمر الثالث لمشروع جدد أيامنا القديم. المشروع دوت تدريب 1000 معلم كنسي تحت برنامج تطوير التعليم الكنسي المشرف عليه قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. المشروع دوت احنا بندرب فيه كل الابروشيات، بنقسم المؤتمر لخمس مؤتمرات، بنبتدي من 1 اكتوبر ندي فيه، بنقسم ل 14 ابروشية في كل مؤتمر هنا في بيت ميريلاند. بنقول ايه هي مصادر التعليم الكنسي، فمصادر التعليم الكنسي الخمسة: الكتاب المقدس، الآباء، تاريخ الكنيسة، الليتورجية، الهوية القبطية. بندرسها بطريق ورش العمل، يبقى نظام تفاعلي أكتر. كان المستوى الأول لمشروع 1000 معلم كنسي جرت فعالياته في 2016، وقد اهتم بالتدريب على مهارة المعرفة تحت شعار اعرف، بينما جرت تدريبات المستوى الثاني في عام 2017 على مهارات البحث تحت شعار ابحث. أما تدريبات المستوى الثالث فجرت هذا العام على مهارات الابتكار والإبداع تحت شعار ابتكر. المرحلة الثالثة من مشروع 1000 معلم كنسي، خدام وخادمات وآباء كهنة من معظم إبراشيات الجمهورية موجودين هنا، وبيتناقشوا جوه مجموعات عمل حوالين موضوعات تخص الخدمة والتلمذة، وكمان بيسمعوا من آباء أساقفة. الموضوعات اللي لها علاقة بالتلمذة تمت مناقشتها النهاردة باستفاضة، واتكلم الآباء حوالين أهمية التسليم الآبائي في كنيستنا القبطية. فريد إدوار، نبض الكرازة.